بسم الله الرحمن الرحيم. تحية عطرة إلى الحضور النوعي الكريم. مرحبا بكم مرة أخرى في رحاب سلسلة محاضرة الشهر التي ينظمها مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية بمكة بتعاون مع مجموعة البحث في البلاغة والخطاب بكلية اللغة العربية التابعة لجامعة القروية القاضي الرياض بمراكش. ويسرنا في هذه المحاضرة الثالثة أن نستضيف ضمن سلسلة محاضرة الشهر فضيلة الأستاذ الدكتور الحسين إذن بارك الذي اختار لنا عنوانا طريفا وهو اللغة العربية في المعارضات الشعرية الذي تتحول معه اللغة العربية من وسيلة للتواصل إلى موضوع للتواصل. وهذا يدل دلالة واضحة على محبة الإنسان العربي ومنه الشاعر لهذه اللغة الجميلة الرائعة التي تغنى بها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من نص وخطاب على مدار تاريخ طويل لهذه اللغة العظيمة التي ملكت عليه وجدانه. وقديما قال أبو حيان التوحيدي عن علاقة العرب بلغته: كان ولوعهم باللغة أكثر من ولوعهم بكل شيء، وكل ولوع له كان بعد اللغة فإنما كان باللغة. لا أريد أن أطيل عليكم أيها السادة الأفاضل في هذه المقدمة، فإن المحاضرة الكريمة سيجلي مسائل عدة في هذه القضية التي نبهنا عليها آنفا. ففضيلة الدكتور الحسين مبارك وأستاذ باحث في كلية اللغة العربية متخصص في الأدب العربي نقدا وتاريخا، له مشاركات متعددة في مجموعة من الندوات والمؤتمرات المتخصصة، وله مقالات عميقة في مجال اشتغاله ضمن مجلات ومنابر وطنية ودولية. ومن مؤلفاته كتابه عن دلائل الإبداع، هو آخر ما كتبه، وهناك مؤلفات أخرى كلها تهتم بهذا المجال. لا أريد أن أطيل عليكم أيها السادة لأنقل الكلمة مباشرة إلى أستاذنا الدكتور حسين إذن بارك مع الشكر الجزيل. مرحبا بك. سعيد بأن أكون ضيفا على سلسلة المحاضرات الشهرية التي
ينظمها مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، وسعيد أيضا من أن أكون بينكم وإلى جانب أيضا زميلي وصديقي وأخي الدكتور سعيد عوادي. موضوع محاضرة اليوم كما أشار إلى ذلك الزميل العزيز هو اللغة العربية في المعارضات الشعرية. استهلكت اللغة العربية حيزا من جهود الكتاب والشعراء على حد سواء، نظرا إلى ما شهدته لغة الضاد من شد وجذب على امتداد أزمنة مديدة وفي أمكنة عديدة، ولم تسلم من الحملات العدائية ومساعي النسف الضغيظة تذرعا بمسوغات واهية ووائمة. ونظرا إلى ضعف ملكات الناس في هذه اللغة وتضاعف محاولات التربص بها من الأهل والأغراب معا، آثرت أن أستحضر صرخاتي من الزمن الجميل آلمها كما يؤلمنا اليوم وضع اللغة العربية ألا وهي الصرخة المدوية لحافظ إبراهيم في المشرق وتحديدا في مصر، والصرخة الثانية هي صرخة المختار السوسي في الغرب الإسلامي وتحديدا في المغرب. تناولت الموضوع منتهجا مسلك المقارنة بين القصيدتين نظرا إلى انخراطهما فيما يصطلح عليه بالمعارضة، والمعارضة هي أن ينسج شاعر على منوال آخر إعجابا به واتساء، إذ تتلاقى القصيدتان في الغرض والموضوع والوزن والقافية وحركة حرف الروي، وعندها تكون المعارضة تامة. يقول محمود رزق: والمعارضة أن ينظم الشاعر قصيدة على نمط قصيدة لشاعر آخر يتفق معه في بحرها ورويها وموضوعها، سواء أكان الشاعران متعاصرين أم غير متعاصرين. ولا نعدم كما يرى الدكتور أحمد الشيخ معارضة غير تامة إذا اعتبرها اختلاف في الموضوع أو الغرض أو اختلاف حركة الروي. وإذا كانت القصيدتان مدار محاضرة اليوم تستجيبان لشروط المعارضة على المستوى الشكلي، فماذا على المستوى المضموني والجمالي لهاتين القصيدتين؟ القصيدتان مطلعهما قصيدة حافظ إبراهيم للغة العربية تنعى حظها بين أهلها، مطلعها: رجعت نفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني برقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. أما قصيدة المختار السوسي في نادي من الأندية العربية بفاس، فمطلعها: بأي خطاب أم بأي عظات أوجه وجه الشعب شطر لغاتي، بأي فعال أم بأية حكمة أنشرها من أعظم النخرات. بسم الله أبدأ فأقول: لا يتأدى الحديث عن الحضارة إلا في علقتها بالقيم والإنسان، والأدب بوصفه جزء أو وجها من الوجوه الحضارية المشرقة يكترز صورا إنسانية متعددة وهواجس وهموم محايدة لا تشيب هوية خاصة أو تعكس ملامح محددة، وإنما تنسلك في دائرة المشترك الإنساني. ولئن كانت اللغة كما يرى إبراهيم أنيس هي أس الأساس في كل قومية، فلا عجب أن تحتل منطقة الجذب وتتسلل إلى صدارة الهواجس المحفزة للجوارح واليراع والمستفزة
للقرائح والإبداع. هذا شأن العربية التي استوت في أفق سني، وهذا ما تقدحه في وجدان أهلها كلما تكررت محاولات التربص بها لإنزالها من موقفها أو موقعها المهيب. فكان الشعر ميدانا للرهان وتبادل الخواطر في الدفاع عنها والذود عن الهوية العربية بكل إحالاتها وإحالاتها. ويبدو أن اتخاذ العربية تيمة مركزية تؤلف بين نصين أو أكثر تستدرج الجمهور إلى الانخراط في جبل لا ينتهي عن الأصل والفرع والصوت والصدى والإبداع والاتباع والتقليد والتجديد وما إلى ذلك من قضايا تستهلك أحاديث الناس وجهودهم وتصرفهم عن المقاصد الكبرى للخطابات الأدبية. ولعل النزوع إلى المقارنة بين تائيتي حافظ إبراهيم والمختار السوسي في الدفاع عن اللغة العربية أن يكشف عن زيف هذا الجدل وما يستضمره من قراءات هامشية انشغلت بمراكمة الآراء ومحاكمتها وبإثبات المعارضة أكثر مما اهتمت بمساءلة عموم الخطاب. أولا، سهول الهجرة المصرية من المشرق إلى المغرب. إن استرداد التجربة الإبداعية المغربية من نظيرتها المشرقية إبان عهود طويلة حقيقة أرصف من أن يطمسها شاب أو متردد، إذ لم ينفك المغاربة عن التأسيس للمرجع عبر تهجير النموذج المشرقي ليصير منبعا لإنتاجاتهم ومهيعا لإنجازاتهم، غير أن هذا السنن قد تعدل بانفتاح النص المغربي في حواره على قطب جديد هو القطب الغربي، وإن كانت رياح الغرب قد هبت علينا من المشرق أيضا، وخاصة في النصف الأول من القرن العشرين، وذلك قبل أن يتخذ النقل عن الغرب صيغة وأشكالا جديدة، على أن مثل هذه الحركة الانتقالية إلى بيئة جديدة بحسب ما يراه الوقت سعيد لا تتم دون عوائق أبدا، بل تنطوي بالضرورة على عمليات من التبذل والتأسيس، حيث تختلف هذه العمليات عن تلك القائمة عند نقطة المنشأ. وهذا ما يضفي التعقيد على أي محاولة لوصف عملية انتقال النظريات والأفكار بواسطة الزرع والنقل أو التحويل والدوران أو التداول والتبادل. فارتحال النظرية يستلزم قرائن للانتقال من نقطة المنشأ إلى نقطة تالية في الزمان والمكان، مغية إحراز شهرة جديدة تضمن لها شروط التقبل والألفة والتداول. ولا براء أن التلاقح الثقافي أو التناقل قد تم عبر أدوات عديدة، حسبنا أن نذكر منها الصحافة والتآليف والرحلات وتبادل الزيارات والبعثات العلمية والترجمة والقنوات الإذاعية، فضلا عن المدارس والجمعيات التي قامت بدور لافت في رسم الخريطة الثقافية المغربية. إلا أن هذا لا يمنع من النظر إلى الخصوصيات بكثير من الاعتبار ومجافات الأحكام القطعية اليقينية المشبعة بمفاهيم التماثل والتشابه والاستنساخ، إذ لم تكن الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية حسب ما يراه الدكتور سعيد الدوش متماثلة في العالم العربي حتى يمكن أن نشكلها على فضاء شاسع. بالإضافة إلى استحالة معالجة الأدب دون التعرض لتيارات السلفية والليبرالية والعقلانية والمثاقفة والهجرات والاستعمار والحروب والوطنيات إلى غير ذلك، شريطة أن لا يتحول الدرس الأدبي إلى مجرد
درس تاريخي وصفي أو جغرافي حديث النظر في الحاجة إلى الشأن. تحفزنا هذه المعطيات على إحلال المؤثرات والمقاصد محلاً مناسباً في أي مقارنة أدبية بصرح النظر عن وجوه القطيعة والتقاطع بين التيمات أو الأساليب. النقطة الثانية، بيوغرافية الشاعرين. أولاً حافظ إبراهيم. يذهب أحمد أمين في مقدمة ديوان حافظ إبراهيم إلى أن تاريخ بلاده مجهول، وأن القول بميلاده يوم الرابع من فبراير 1872 ضرب من التخرص والتخمين. ولد على متن سفينة بالنيل بالقرب من قناة الزيروت الصعيد، من أب مصري صميم وأم تركية، ولعل كما يقول مقدم الديوان أحمد أمين، ولعل من الإرهاص اللطيف والإيماء الطريف ومن مشيئة القدر ألا يولد شاعر النيل إلا على صفحة النيل. اشتغل حافظ بمهنة المحاماة، وتخرج من المدرسة الحربية ليشتغل بالجيش، وظل ينتقل بين المناصب، فالتحق بالداخلية ثم سافر إلى السودان فتبرم منها ليعود إلى مصر حيث ليالي الأنس، والتحق بدار الكتب، كان مهما باللغة الفرنسية كما نبغت شاعريته نبوغا ملحوظا، مع أن مناصبه كانت تشغله وتصرف عن قول الشعر، وقد كان بمعية الباروطي وحمد شوقي من زعماء التيار التقليدي المحافظ، وقد توفي سنة 1932. بالنسبة للمختار السوسي، ولد المختار بن علي الدرقاوي سنة 1903 ميلادية بقرية إليغ، وهي السنة التي أنشد فيها حافظ إبراهيم قصيدته التي نحن في صدد دراستها. نشأ ببيت واضح بالتصوف زاوية دينية للطريقة الدرقاوية، ذلك أن أباه كان شيخا لهذه الزاوية، وأمه مثقفة كانت سببا في حفظه للقرآن وتعلمه الكتابة. التحق بالمدرسة الإفرانية ليتلقى تعليمه الابتدائي عن الشاعر المغربي الطاهر الإفراني وعن الأستاذ عبد الله بن محمد كبير علماء قريته. تابع دراسته بجامع ابن يوسف بن مراكش، وأخذ فيها عن الأستاذ الكبير مولاي عبد القادر العربي وعلماء آخرين، كما درس بالقرويين بفاس وبالرباط أيضا، واتصل بعلان الفاسي وأبي شعيب التكالي والمكي الناصري وبن أفريج وغيرهم من النخبة المثقفة بالمغرب وزعماء الحركة الوطنية. تعرض للاعتقال في سنوات الخمسين، وتقلد منصب وزير الأوقاف بأول حكومة مغربية سنة 1956، ثم منصب وزير مستشار في مجلس التاج سنة 1957، وتوفي سنة 1963 إثر حادثة سير. ثالثاً، الخلفيات المنتجة للتاليتين. استشعر حافظ عبء الانتماء لأمة العرب، فتعبأ للدفاع عن لغتها، وخاطب كبرياء المأخوذين بعزبتها لينهضوا بمهمات تحريرها من الشوائب والملمات، وفكها من شرنقة العداة ورتق الفجوة الآخذة في الاتساع بين الجناح المحافظ والجناح المجدد. هذا الجناح الذي أنتجه السياق التاريخي من قبيل دعاة التعجيم وكتابة العربية بحروف لاتينية، فضلاً عن دعاة الكتابة بالعامية ممن يشير إليهم مصطفى صادق الرافعي بأنهم يعتنون لمذهبهم الجديد بالفن والمنطق والفكر وبكل شيء إلا الفصاحة. وإذا فصحوا جاءوا بالكلام الفش الثقيل والمجازات المستوخمة
والاستعارات الباردة والتشبيهات المجنونة والعبارات الطويلة المضطربة. إنما ترشح به الجرائد من أعطاب وما ينضخ به جسد العربية من أوصاب أشبه بما اعتورها من اللحن وتقاذفها من مساعي الإخلال بها وإذلالها منذ أن دش المجتمع العربي مسلسل التلاحظ الحضاري، غير أن البطء فهذه المرة أشد ما حرك في حافظ الوتر القومي العربي، فكان أول نغم صبه منه كما يقول المرحوم الدكتور شوقي ضيف صيحة قوية في أبناء وطنه والأوطان العربية بإغاثة لغة الضاد ضد أعدائها، حين سولت لمستر ويلمور نفسه وهاجمتها في عقر ذلك، وكان قاضيا إنجليزيا بمحكمة الاستئناف الآلية، فألف كتابا عن لغة أهل القاهرة العامية سنة 1902 أي سنة قبل إنشاء هذه القصيدة، ودعا دعوة واسعة لاتخاذ العامية لسانا للأدب والعلم، وأحدث ذلك رجة عنيفة في مصر والبلاد العربية، وتصدى له حماة العربية وفي مقدمتهم حافظ إبراهيم. أما قصيدة المختار السوسي فأنشئت زمن التلمذة بالقرويين استجابة لحسه الوطني المناهض للمخططات الاستعمارية التي تستهدف النيل من اللغة العربية والقضاء عليها، وذلك بتجميد الحركة العلمية للقرويين وتحييد مواقفها وإنشاء المدارس الفرنسية الكفيلة بصنع رجالات فرنسا أي المغاربة الذين سيشكلون جسراً واصلاً بينها وبين الشعب المغربي، دعمت الظهير البربري الهادف إلى بث الفرقة بين العرب والأمازيغ. ولا يخفي السوسي اعتزازه باللغة العربية ومفاخرته بها، ويعدها نعمة من الله على الإلغيين ويجهر ملء فيه، فنحن عرب أقحاء وإن لم تكن أصولنا إلا من هؤلاء الذين يجاوروننا من أبناء الشكيين الأماجد. لقد شاء المستعمر إذن أن يطمس العربية ومعها القيم الإسلامية، وأن يحل محلها لغته وقيمه وثقافته، وآمن السوسي وأمثاله من الوطنيين بالعربية أساساً لتطور المجتمع ونهضته، فهي بذلك بند شوهري كما يرى الدكتور مصطفى الشريع في برنامج الشعر المغربي، ولبنة من لبنات المشروع النهضوي الذي نادى به المثقف المغربي. عتبة العنوان رصد للمؤشرات اللفظية والسياقية. اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها هو عنوان قصيدة حافظ إبراهيم، الذي يحتضن بين مطلياته نعيا صريحا واتهاما صارخا بالتقصير، كما يعلن في الآن ذاته رغبته في إحياء ذمائم اللغة العربية وبعث إشراقتها غب الشعوب والأوبة إلى الزمن الدابر لتصحيح اهتراءات الحاضر ومعاثراته. وإذا كان العنوان يجنح إلى التعميم والإطلاق بقوله بين أهلها، ما يجعل منافذه مشرعة على كل من يستعذب جرس الضاد ويستمر لذاذة النطق به من العامي إلى العالم ومن مصر إلى باقي الأمصار، فإن المؤشرات المصرية تخط بعض ملامح المخاطب الذي تتجه إليه القصيدة، ومحصلتها كل من يختفي وراء طروحات الغرب ويحتفي بلغته ثم يجافي لغته الأم، الأمر الذي يستدرج الأمة
إلى أصعب نمط من أنماط الصراع الحضاري. بهذا الفهم فإن عنوان النص الحافظي يفصح عن نزعتين ترادفتا في خلده، وهما أولاً النزعة الإصلاحية الدينية التي تؤمن بوجوب المحافظة على اللغة العربية من منظور المرجعية السلفية التي تشبه بها حافظ ولا جرم فقد تتلمذ على يد محمد عبده الذي كان مسكونا بالهاجس نفسه. ثانيا النزعة القومية التي ترى في اللغة معبرا إلى وحدة الأمة العربية وصد كل محاولة للتربص بالهوية واستدراج الإنسان العربي للإفتران. أما بعنوان قصيدة مختار السوسي في ناد من الأندية العربية في فاس فيمنحك الإحساس بشيوع الأندية حين استعمل منوهي للتبعير، كما أنه لا يقال للمجلس ناد إلا إذا غص بأهله، ما يقوم دليلا على حركة الإبداع ودينامية الفكر ونشاط العربية إنتاجا ورواجا في زمن رديء جرى فيه المستعمر ملء أشواطه مسكونا بأمل أن يرى العربية قد اعتراها الوهن وتعاورتها المحن وتعرت من ألقها وجاذبيتها وحالت عن الزمن. وتشف بعض لحظات النص عن أنه ألقي شفاهة أمام جمع من العلماء ولا سيما من قوله بني فكرتي بني الوئام بني الحجاب بني النظرة العليا بني اليقظات إلى قوله بمحفلكم هذا. فالمحفل أيقونة اللقاء المباشر لمتلقيه وجمهوره الذي يتشكل غالبا من العلماء ومن زملائه طلاب جامعة القرويين. أما اسم الإشارة هذا الذي أتى به بعقب كلمة محفلكم فيعد مؤشرا مساندا لفارضية اللقاء لدلالته على القرب، ولعله الجمهور القريب الذي يمثل أمام الشاعر وهو يرسل فيه خطابه، ولا سيما إذا استحضرنا مفهوم النادي بما هو في تصور الدكتور الشريع مئرز محاورة ومجال مساجلة وموطن محاضرة ومكان لتبادل المعرفة وإنماء الجدل وتغذية روح المناقشة المثمرة، وباب مفتوح على التعلم والتعلم مطلب وطني وبند من بنود الجهاد، فضلا عن أن النادي خلية من خلايا النضال ذو وظيفة يمكن تفريرها إلى وظائف تصب بأجمعها في قناة دفع جساوة الجهل والحجر على الحريات بماء ذي مجريين تراث وحدث. ومهما يقول من أمر فإن السوسي يصدر على غرار حافظ عن رغبة أملتها توجهاته السلفية والوطنية بالنظر إلى أن الاعتناء باللغة العربية هو في جوهره اعتناء بالكتاب واحتفاء والكتاب والسنة واحتفاء بالانتماء. النقطة الخامسة قراءة مقارنة بين مستويات النصين، وأبدأ بالتيمات المهيمنة. استهلكت الشكوى مطلع القصيدة الحافظية إذ برمت اللغة العربية بأهلها وضاقت بلا مبالاتهم ذرعا فنزعت إلى التلبس بضمير الأنا لتعدد محاسنها من الساعة والنفاسة والأصابة والقدرة على المسايرة والمواكبة والمضي في ركاب الكونية، وحرصت على التذكير بأن الوهن الذي يمازج أي لغة رهين بوهن أهلها، وبأن حياة الأمم وعزتها في حياة لغاتها وعزة لغتها. ثم حذرت من الوقوع في حبائل الغرب والاستدلال بدلائله المغرضة مع استحضار رجالات الزمن الجميل الذين
أخلصوا لعشق العربية لتنعطف إلى ما تشهده الجرائد من عبث بها وانتهاك لحرمتها وارتباء القوم في أحضان اللغات الأجنبية قبل أن تختم بالرجاء بعد أن استفتحت بالشكوى. أما مطلع القصيدة المختارية فيسير على امتداد أربعة أبيات وفق منحى استفهامي يستغرقه هاجس الإنكار والحيرة مما آل إليه لسان مشاهديه بسبب انصرافهم عن العربية إلى غيرها، وهي الروضة المبهرة بطلتها وطلعتها، وراح السوس بعقل ذلك يقارن بينها وبين غيرها ليقرر أنها جوهر العز وسر الرقي، ما جعله يعلن في حمية جارفة عن استراتيجيته الدفاعية التي دونها كل العقبات، ثم يوجه همته شطر مخاطبيه في مقطع طويل كي ما يكون قدوة ومشكاة يقتدى بها. على مستوى الإيقاع نسجل بداية تقاربا كميا بين النصين 23 بيت و 27 بيت، فضلا عن التماثل في الوزن ونقافية وحرف الروي وبيانه اختيار النصين مع الأوزان الطويل بزحافات وعلل متماثلة القبض والحذف وروي التاء المكسور وقافية متكونة من أربعة حروف تنتهي جميعها بألف وتاء وياء، هيمنة لافتة لألف المد على النصين معا، قصيدة الحافظ يسكنها الهمس فيما يراوح السوسي بين الهمس والشهر. أما باقي الملحوظات فألخصها في الآتي: بالنسبة للتصرير يوجد في النص الحافظي حصلات حياتي، كذلك في النص المختاري عرضات لغاتي. بالنسبة للترصيعات في النص الحافظي رجعت لنفسي فاتهمت، ناديت قومي فاحتسبت، أسمع أعلم، كذلك في النص المختاري من خضاب عرضاتي. أستعجم الأعواد أستطلع الأفكار. بالنسبة للتجنيسات فهي كثيرة وطبيعة الحال في النصين معي وسأتجاوزها. أيضا كذلك بالنسبة للتكرار يطغى على النص المختار أكثر من النص الحافظ الذي يجب تكرار واحد لكلمة ما مات ثلاث مرات في البيت 23. تقابل أيضا في النص الحافظي ولدت وأدت تركنا بها أقبلت على غيرها الغرب والشرق رجاء شكاتي، وكذلك في النص المختاري سوء الحسنات نودع الاستقبال إلى غير ذلك، والترادف كذلك في النص الحافظي عرائس بناتي وسعت ما ضقت، وكذلك في النص المختاري طرفه النظرات أصبر أفتري. ولئن كنت قد ركزت على الظواهر الإيقاعية التي تتجاور داخل البيت الواحد وأضربت عن مثيلاتها ممن تأخذ مواقع في النص استبداليا أي تتوزع عموديا على أبيات مختلفة، فإن كل من حافظ والسوسي قد أجريا تدبير قصيدتيهما على نفس إيقاعي منتظم، ونستقاهما على إحكام الصنعة البديعة بصورة تكاد تكون متماثلة. بالنسبة للمعجم تفضي بنا قراءة النصين إلى استكناه مرجعيات الشاعرين المصوغة من معاجم متقاربة والمستكينة إلى مجالات دلالية متماثلة، غير أن سياقات النصين تنبئ عن استهداف معجم اللغة واللسان بالأساس بوصفه عنوانا للنزعتين الدينية والقومية ورمزا للكيان والهوية. أما المعاجم الأخرى فلا تعد أن تكون دائرة في فلكيهما ومساعدة على تحقيق مقاصدهما الكبرى. فالمعجم الإنساني وظف في النص الأول بهدف تشخيص اللغة وأنسنتها وجعلها تتحدث عن نفسها بنفسها
أما مرافعة السوسي فكان فيها صوت الشاعر طاغيا في حواره مع مخاطبيه. سأستعجب، أستطلع، أسبر، أفتني، أعرض، أبدي، أدعو، أعلن إلى غير ذلك. أما توظيف المعجم الموصول بالطبيعة والمحيط الواقعي فيكرس هاجس تقريب المعرفة وتيسيرها في سياق الإقرار بأن الحواس هي أولى منافذ المعرفة، فضلا عن بيان قدرة اللغة على النهوض برهان المسايرة وتفتيق أسماء ومصطلحات لما يستجد ويستجاد في مجال العلم والحياة من الأقوال الناشئة وما يستفاد من الأحوال الطارئة، في حين يروم المعجم الديني نفخ النفس الإسلامي في النصين والتحفيز على حسن استثمار دوار هذه اللغة واستشعار ما تنفرد به من نفاسة وقداسة، وذلك استجابة للخلفية السلفية والنزعة الإصلاحية التي تثوي خلف فكر الرجلين، وتشف بنية المكان عن هيمنة الرؤية التقابلية في النص الحافظي وخفوتها نسبيا في النص المختاري، وذلك على النحو الآتي: في النص الأول أي نص حافظ إبراهيم، الشرق في مقابل الغرب، مصر في الحاضر مقابل الجزيرة في الماضي، البحر والفرات مصدر العطاء والحياة في مقابل القبر والرموز رمز الفناء والموت، وتنخرط هذه التقابلات في سياق ثنائيات أكبر وأوسع، وهي الشرق والغرب، اللغة العربية، اللغات الأجنبية، القوة والضعف، الحاضر والماضي، الإشراق، الذهول إلى غير ذلك. في النص الثاني نص مختار السوسي، روضة تخلب النهى في مقابل الوحلات، النور وهو من متعلقات المكان زائد الصوى في مقابل قوله يهتدي بها الماشون في الفلوات، أي يهتدي بها من كان قبل يهدي، في إشارة إلى أعداء العربية ممن يسخط انتماءه القومي ويقلد الغرب. بصرف النظر إلى الأساليب، وسأبدأ هنا بنية الضمائر، أقول قلى النص الحافظي كل ضمير غير ضمير اللغة، وقوى المنزع الإقناعي بتحييد ذات الشاعر ما يشي بإشاعة التناظر بين الأنا والأنتم، أنا تحاجج عن نفسها وتحتج على أهلها أي الأنتم. فمع إيمان حافظ بأن الحصول على دول العربية ونفائسها الكامنة يعوز إلى الغوص ورسوخ يقينه بانعدام الرجال والكفاءات القادرة على المضي باللغة العربية نحو الآفاق الكونية، فإنه لا يمكن للغة العربية أن يداويها إلا ذوها. لذلك يدع النص يتحدث بلسان اللغة حتى لا يعفي نفسه من تقاسم المسؤولية مع الآخرين. ولمزيد من الإقناع بأهمية اللغة العربية وضرورة اتخاذها مسلكا بل منسكا، يتحصل باستراتيجية الضمائر في قوله أخاف عليكم أن تحين وفاتي، ولم يقل أخاف علي، ليدلل على تجريدية الكيان اللغوي، وأن علة الخوف هي ضياع العزة وتبديل أسباب الكرامة واحتجاز المريد دون الوعظ. أما في النص المقابل فتهيمن ذات الشاعر بتوجهاتها وتوجيهاتها، فينصب نفسه وصيا على العربية ويمنحها موقعا خاصا في غير استعلاه. وحجتنا في ذلك خلو النص من النهي ومن فعل الأمر إلا في موضعين من بيت واحد
وهو قوله: فعضوا بالنواجذ والكتب فلن تدرك العليا بغير ثبات. بالنسبة لبنية الأفعال طبعا الملحوظة الأساسية التي تتبدى بين النصين هي تكافؤ أفعال الماض والمضارع في النص الحافظي، الأمر الذي يعكس رؤية تناظر بين حاضر اللغة العربية وغابرها، وترسم مسارب الأمل في تجاوز إخفاقات الحاضر وبعث العربية من رميمها خطوا على جادة رجالها الأوائل. أما النص المختاري فيسري في إهابه نفس متفائل، ويقري في رحابه نسق أزمنة متفاعل تجلوه كثرة أفعال المضارع الدالة على الحال والاستقبال، وقلة أفعال الماضي التي تضافر بعضها مع النسق وتضامن معه بالتحلل من صيغته الماضوية من قبيل قول الشاعر: نمد أكف قطع الله راحها إلى غيرها من اللغة السمجات. وأفعال الدعاء المصوغة على شاكلة الماضي تدل بالضرورة على المستقبل، وذلك نحو قولك، وهذا الكلام للعلامة المرحوم محمود محمد شاكر في كتابه المتنبي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: غفر الله لك في الدعاء، وهو على المثال الماضي، فإنك لا تريد إخبارا عن غفران المضى من الله سبحانه، ولكن تريد غفرانا من الله يكون ولكنه لم يقع بعد، وترجو بالدعاء أن يقع. من أمثلة أيضا تحلل الأفعال من زمنتها: رأينا جميع العز تحت حياتها، أي سنرى، وهو أرسخ وأقوى من التعبير بالمضارع. وقولها أيضا: فها أنتم نلتم لهم، أي ستنالون، وهذا الذي يجرى إليه ويشتاق وجدتم، أي ستجدون. قوله: ففي اليوم سادت فكرة، أي تسود فكرة. بالنسبة للجمل أو نمط الجملة، ينزع النص الأول منزعا وصفيا إخباريا دون أن يعدم المادة الإنشائية المستفرغة في الأساليب الآتية: أسلوب الاستفهام من قبيل قول حافظ: فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة، وضفه للإنكار: فهل سأل الغواص عن صدفاتي، للتعجيب: أيطربكم من جانب الغرب ناعم، للاستغراب: أيهجرني قومي، للاستغراب أيضا. وأسلوب التحذير: فيا ويحكم. أسلوب النهي: لا تكلوني للزمان. أسلوب التمني: ليتني عاقبت. استعمل الشاعر هذا الأسلوب متمنيا ما يمتنع حصوله، أي داخل في باب العسر أو الاستحالة، واصلا هذا التمني بالنفي، نفي الجزع: وما دام ما تمنته اللغة العربية صعب الحصول فستظل مسكونة بهذه المشاعر المذمومة. وقولها أيضا في التمني: فيا ليتكم تأتون بالكلمات، وكل هذا للتوبيخ والسخرية والعتاب. فضلا طبعا عن أسلوب النداء وأسلوب الدعاء وأسلوب الشرط وما إلى ذلك من أساليب كثيرة وضفت في النص الأول والثاني أيضا، أسلوب التخيير إلى غير ذلك. أيضا النص الحافظي استعمل أسلوب الاستفهام بكثرة، لن أذكر النماذج لنظر إلى ضيق الوقت، أسلوب الدعاء، أسلوب النداء، أسلوب الأمر، أسلوب الشرط، وكل ذلك لمقاصد بلاغية ومقاصد كانت تستدعيها اللحظة التاريخية التي أنشئ فيها النص الحافظ والنص المختار معا. بالنسبة للصورة الشعرية طبعا تعد الصورة الشعرية كما هو معروف توليفة تخيلية أو تركيبا فنيا يقوم فيه الخيال بدور الأساس، ويشكل في عمقه انزياحا تندس فيه تجربة الشاعر وحمولته المعرفية. بالنظر إلى النصوص أو النصين أرى أن اللغة قد انزاحت في الأبيات الثلاث الأولى في نص حافظ عن مسار الدلالة أو الدلالة الحقيقية، لتخلع على النص شحنة جمالية وإيحائية
تعكس جنوح الشاعر نحو تشخيص اللغة العربية من خلال استعارة بعض الخصائص الإنسية لها كالحصاة في البيت الأول والعقد في البيت الثاني والولادة والولد في البيت الثالث ثم استعارة البحر للغة في البيت السادس والمرض في البيت السابع الوفاة في البيت الثامن واللغة في البيت الحادي عشر استعارة القلب الدائم للحصرات المفاخرة للغة والإطراق للشرق الرؤية والدنو من القبر والسمع لعلم إلى غير ذلك كما يشبه أيضا الشاعر مخالطة لغة الإفرنج للغة العربية بممازجة دعاء الأفاعي أي السم الماء العذبي الصافي ثم يشبه أيضا ما شاف اللغة من الشوائب بقطعة الثوب المشكلة من 60 رقعة متباينة الألوان في حين أن الشاعر يستعير الرجاء والشكوى للغة أيضا وبقايا الجسد والرفات إلى غير ذلك نتبين أن استشفاف أوجه الشبه لا يحتاج إلى إجهاد أو فضل اجتهاد ذلك أن الشاعر لم ينزع منزع الإغراب في صوره فمع استبدال النمط الاستعاري بالنص إلا أنه ظل قريب المأخذ ما ظاهر الألفة لا يرج حيز النادر والمبتدع وبتحويل الطرف شطر نص السوسي نلحظ عزوفه عن الصور إلا في مواضع قليلة نسردها كالآتي استعارة عضو النخرة للغة استعارة صيغة اللسان استعارة اللغة الصيغة الصيغة في مجال الصارة ويبدو أن هذه الاستعارة قد صارت حقيقة من كثرة التداول والابتذال تشبيه اللغة بالكنز النفيس تشبيهها بالروضة التي تخلو منها واستعارة بهاء الطلعة لها صور تشبيه لتفاعل الأنا مع الآخر وتشبيه قومه بالنور وبالصور وفي الحق أن هذه الصور كادت أن تتجرد من الوسوم المجازية والتخيلية بسبب الثنائية المتناكفة وغير المتكافئة والتي تفيد تغييب الرؤية الحسية وتغييب الرؤية الحلمية وأتحول الآن إلى مسألة الطناس وسميه هذا المبحث للطناس البيني والطناس المفتوح تنسخ مقولة الطناس وهم استقلالية النص ذلك أن كل نص ينقبض إلى سلطة نصوص أخرى غائبة تزدان بها مرجعيته وتغتني بها تجارب صاحبه أقصد بالطناس البيني الطناس الحاصل بين النصين المدروسين فيما يتجه الطناس المفتوح إلى رصد انفتاح النصين على نصوص أخرى ينفتح النص الحافظي وهو النص الذي أنشئ أولا على النصوص التراثية والنص القرآني إذ تشكل أهم مصادر الصور في هذا النص ففي البيت الثاني عشر يستعير الشاعر خرافة أو معتقدا ضالا من معتقدات العرب وهي مسألة زجر الطير التي يتشوفون بها إلى قراءة المستقبل والغيب ثم يستجلب فكرة وأد البنات في البيتين الثالث والحادي عشر من النص القرآني المقدس ليعتضد النص المختلف فيه أي النص الشعري بالنص المتفق عليه وهو النص القرآني بناء على أن التناص هو منهج في الاستدلال كما يرى الدكتور طه عبد الرحمن يقول تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ويقول أيضا جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أما قول الشاعر أعظم النخرات في البيت الخامس عشر فمستفاد من قوله تعالى يقولون أنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما نخرة
هذا كذلك نظر في هذا إلى قصيدة لابن الربيع أيضا، في حين أن قوله الرفاة في البيت 22 ينظر إلى قوله تقدست كلماته وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أما الإضافة التي جاء بها النص المختاري فهي استعماله لعبارة حديثية وهي عضوا عليها بالنواجذ فيما يتعاور مع النص الأول بعض المعاني نفصلها كالآتي. استعمل حافظ قوله أنا البحر في أحشائه الدر كامن في البيت السادس، وهو نفسه ما استعمله المختصص في قوله تركنا بها كنزا نفيسا في البيت الخامس. يقول حافظ وكم عز أقوام بعز لغاتي البيت التاسع. يقول المختصص رأينا جميعا العز تحت حياتها في البيت العاشر. استعمل حافظ أعظم الناخرات في البيت الخامس عشر، استعملها أيضا السوسي في البيت الثاني. يقول حافظ في البيت الثامن عشر إلى لغة لم تتصل برواتي، فيما يقول مختار السوسي إلى غيرها من اللغة السامجات في البيت السادس. ثم يقول حافظ إبراهيم في البيت التاسع عشر سرت لوثة الإفرنج فيها، ويقول السوسي في البيت الرابع ألسنها صيغت من العجمات على سبيل التقويم التركيبي. لا شك أن وحدة الموضوع اللغة العربية والوزن الذي هو الطويل المحذوف وحرف الراوي تاء مكسور مستوغات كافية للمقارنة بين النصين، بل لحسم البعض وجزمه بوجود المعارضة على خلاف الدكتور مصطفى الشيح الذي خلص من خلال إحصاء القافية المشتركة إلى توثيق البيانات الآتية. أولا، لم يتسرب من مجموع قوافي حافظ إلى المختارية إلا 18.51% حياتي، عظاتي، لغاتي، حسراتي، ناخراتي. وإذا اعتبرنا هذا سيول الاستعمال في الخطاب المتداول كما يقول الشليح، أمكن إنزال الاستدعاء إلى درجة الصفر من التوظيف، وإذا ارتأينا أن استثمارها لم يرد مقطعيا إلا مرة واحدا أعظم ناخرات، وجب القول إن قوافي المختارية غير ناظرة إلى في الحافظ. ب. استقلت قوافي السوسي بنسبة 81.49%، وطغت الصيغة الصرفية فاعلات على معظمها، ولم تأتي منسوبة إلى المتكلم إلا ثلاث مرات، في حين بلغت عند حافظ 12 مرة. ج. هيمنة على قوافي حافظ وضع نحوي مطلق أسهمت نسبة إلى ياء المتكلم في تلافي الإقواء، واستبد الكسر خصوصا بقوافي المختار باعتماد حرف الجر أو الإضافة أو بالنيابة عن الفتح في الجموع المؤنثة السالمة. ولم يكتفي مصطفى الشيح بذلك، بل راح يبين تباين النصين من حيث العنوان والمطلع ونمط توظيف اللغة والمقصدية ليسجل بثقة أنهما قصيدتان تتفاوتان لغة وبلاغة وإيقاعية ومقصدية، وليس من شأن توحد الروي والبحر والموضوعة ما يبيح القول باتباع المختارية للحافظية. ومهما يكون من شأن، فقد سعيت بحرص إلى تنبؤ مسلك المحاكمة والمماحكة، وألزمت ذاتي بالتجرد والحياد، وتركت النصين يرشحان بما فيهما وينطقان بإمكاناتهما، أملا في إشراك القارئ في استخلاص النتائج والأحكام. وإليكم خلاصة ما انتهيت إليه. أولا، يشترك النصان في بعض الألفاظ، منها الله، الرجال، لغات، الآية، حياة، عظات، عز أقوام، حصرات، لعظم الناخرات، وفي بعض المعاني أيضا من قبيل ما أشرنا إليه في مبحث التناصب البيني. ثانيا، تقارب في استعمال المقومات البديعية، التصريع والتوسيع والتجنيس والتكرار والتقابل والترادف. ثالثا، هيمنة الثنائيات
في نص حافظ وخفوتها في النص المقابل. رابعا تميز النصين بالتنويع في الأساليب والمراوحة بين الخلل والإنشائية. خامسا توسل النص الحافظي للتشخيص ليسود ضمير اللغة فيما يهيمن ضمير الشاعر على النص السوسي. سادسا لغة حافظ سهلة ولغة السوسي منتقات، وقوته اللغوية آيلة إلى نشأته العلمية التقليدية بالبوادي والحواضر معا. ومعلوم أن المدارس البدوية كانت تحل المتون اللغوية محلا رفيعا، أما أتاح لشاعرنا الارتشاف من أفاويق الضاد. سابعا طغيان الحروف المهموسة على النصين وخاصة النص المشرقي، ما يتناغم مع الصوت الخافت للغة العربية إذ لا تكاد تهجس أو تهبس في آذان أهلها بما ألم بها وآلمها إلا حياة. ثامنا ويقودنا ذلك إلى الحديث عن التمايز على مستوى الرؤية، فالعربية في الحافظية قد ساءت أحوالها مبنى ومعنى جسدا وروحا، وغدت في وضع مزري حتى إنها تتهم عقلها اتهاما لا يخلو من السخرية بأهلها. ونستشعر أن الأطباء مثل ما في القصر الأستاذ أهل العربية لا يأبهون بالداء الذي استشرى في جسدها، فتجاذبتها دعوات الإبادة طروحات الغرب، ضجت كتاب مصر، مزالق الجرائد، وهجران القوم إلى غيره، وهي دعوات محسوسة ترى وتسمع. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، أسمع لكتاب في مصر ضجة، وهذا ما جعل النص الحافظي ناقما على مثقف مصر وموسوما بروح التشاؤم. احتسبت حياتي في البيت الأول وأتت بنات في البيت الثاني، فيوريحكم في البيت السابع، أخاف عليكم أن تحين وفاتي في البيت الثامن، فيا ليتكم تأتون بالكلمات البيت العاشر، من القبر يمنيني بغير آناتي في البيت السادس عشر، أعلم أن الصالحين نوعاتي في البيت السابع عشر. وأكثر من هذا أنه حين ينصرف عن الشكوى إلى الرجاء بقوله بسطت رجائي بعد بسط شكاتي في البيت 21، يصوغها بلغة سوداوية تشيء أجواء جنائزية يجلوها استبداد معجم الموت. الميت البلاء الرموس رفاتي قيامة، وتكرار كلمة ممات ثلاث مرات في المقطع الثاني لعله يشعر أهل العربية بالمخاطر الحافة بلغتهم. أما السوسي فمع شيوع العجمة وتربص المستعمر بالعربية، غير أنه يبث جرعة من التفاؤل في نفوس أهله، ويبعث من بين أضواء خطابه أضواء الأمل، إذ يرى أن المغرب سيغدو ونموذجا يحتذى بعقب أن يودع الزمن الماضي بما فيه من سوء وحسنات، على ما أبداه في مفتتح النص من حسرة يفصح عنها سؤاله عن الوسائط الكفيلة بإحياء اللغة العربية، وأيها أجدر بلوغ هذا المسعى خطاب عظة فعال حكم. فالسوسي يرفض التخلي عن أنفته وعنفوانه، ويستمسك بالألم ويستبشر خيرا بالمثقف العربي أو المغربي تحديدا، بل لفكرتي، بل الوئام، بل الحجاب، بل النظرة العليا، بل اليقظات. ومن علامات النفس المتفائل قوله إلى أن يواتني الزمان فألتقي بمنشودتي في البيت 16، نودع ذياك الزمان الذي مضى في البيت 23، ونستقبل الآتي في البيت 24، لكي ما تكون قدوة في البيت 25، ونورا لما يأتي في البيت 26، وصوة بها يهتدي المنشود في الفلوات في البيت 26 أيضا، فتحيا بهم آي اللسان في البيت 27، وتجتلي بمحفلكم هذا الفقرات في البيت 27. تاسعا تميز النص الحافظي
بغنى الصور الشعرية التشخيصية فيما خفت هذا المعطى في النص النظير، غير أنه تفنن في منح النحو الإعرابي واللغوي ما يعكس شخصية الرجل العالم ومنطقه الموسوعي، على عكس حافظ إبراهيم الذي كان ضئيل الثقافة متواضع المعرفة على نبوغه الشعري وعده ثالث أقطاب الحركة أو التيار الكلاسيكي. فلا عجب أن يكون جل جمهور حافظ من ذوي الجلابيب، فهذا محمود تيمور يرى أن جمهوره ليس من المثقفين خاصة، وإنما كان خليطا من طبقات الشعب يصفقون له في صدق وإيمان. عاشرا، نلحظ اختلافا في التعامل مع الآخر. تراوح رفض الغرب ونبذه بين الإغراق والاعتدال، وبين نازع إلى القطيعة وجانح إلى التوفيق وتطويع وقع اللغات الأجنبية مع واقع اللغة العربية. فحافظ إبراهيم ينزع إلى التخيير بين الحياة والموت، منتهجا في حديثه عن الغرب استراتيجية التلميح والتصريح: لم أجزع لقول عداتي، فلا تكلوني للزمان، أرى رجال الغرب عزا ومنعة، أيطربكم من جانب الغرب ناعب، وفاخرت أهل الغرب، سالت لوثة الإفرنج فيها، أما النصر المختاري فلم يشير كثيرا إلى الغرب إلا في قوله: نمد أكفا قطع الله راحها إلى غيرها من اللغة السامجات، وقوله أيضا: أشربت وفاقا طواياكم فسرنا كالذات. وهذا ما ينهض بحجة على أن هذا الكلام للشيخ ليس في موقف المختار أي تعني سلفي يرفض الانفتاح على الثقافة الإنسانية والاستفادة من تجاربها وخبراتها، وليس فيه أي انحباس في دفتر الماضي لا يود عن سطوره خروجا ولا عن دفتيه رحيلا وعروجا، بقدر ما يرفض إهمال الأصل والاكتفاء بما هو غريب عنه، ولكأن به يدعو القوم إلى التوفيق بين اللغتين مع الإصرار على حلق وتطوير اللغة أو لغة الآباء والأجداد. فالمختار السوسي صاحب رؤية متقدمة على زمنها، فهو يؤمن بالانفتاح على الثقافة العالمية ويعد المعاني والأخذ لدى مسألة مشتركة بين جميع الأقوام والأجناس. فلم تكن إذن صرخة السوسي وقبله حافظ وهما من وطن انتكس وارتكس وأرخت عليه المهانة بأسبابها إلا تجسيدا لتمثلات وأوهام من فكت تجثم لأحمالها على عقول الأمة حتى يوم الناس هذا، وكأن بالشاعرين أوحي إلى نصار قباني بأن يعلن في ألم ممض: رأيت العروبة معروضة في مزاد الأثاث القديم، ولكني ما رأيت العرب، فمتى يستشعر العرب قيمة لغتهم، ومتى يدركون أنهم خير أمة أخرجت الناس؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صعوبات على الشاعر المعارض وهو يعارض النص المعارض، النص الأصلي، كيف يمكن له أن يتميز عنه، وفيه كذلك
صعوبة تخص الناقد، فكيف يستطيع هذا الناقد أن يشتغل على نصين لشاعرين وأن يبحث في المؤتلف والمختلف فيهما؟ فهذا فيه يحتاج إلى تربة، إلى مراس، إلى تمكن من الأدوات التي من شأنها أن تبحث في العناصر الفنية والجمالية في القصيدتين. صحيح أنهما طفقان في كثير من الأشياء، ولكن كذلك يختلفان ذاتا ويختلفان هدفا ونسجا في بنائه، في بناء التخيل. لئن ترك الأستاذ دكتور حسين بن مبارك حكم التقويم للقارئ على طريقة الآمدي في الموازنة بين الطائيين، ولكن في الواقع كان ينتصر في خلاصاته إلى المختار السوسي. في الواقع الذي يهمنا في هذا الحوار الجميل بين شاعرين، أحدهما من المشرق والآخر من المغرب، هو هذا التفاعل وهذا الحب للغة العربية. كل واحد عبر عن حبه وتقديره لهذه اللغة من الزاوية الإبداعية التي رأى أنها يمكن أن تكون منافحة أو معبرة عن هذه اللغة. في الواقع يعتقد كثير من الدارسين أن أدب المعارضة هو أدب ضحل، خصوصا عندما يربطه بما يسمى جورا بأدب الانحطاط. والواقع عندما نتأمل هذا الأدب نجد أنه أدب غني وخطير في ثقافتنا، لأنه يسعى إلى إبراز تفرد الذات الشاعرة المعارضة داخل، وهذا هو الخطير، داخل مضايق وأسيجة يفرضها أدب المعارضة. تعود هذه المضايق والأسيجة إلى النسج على منوال القصيدة الأصل، فأنت لا تكتب بكامل حريتك، ولكنك تكتب في إطار قيود. فهل تستطيع أن الأول كتب بحرية، الذي كتب القصيدة المعارضة كتبها بحرية، ولكن الذي كتب القصيدة المعارضة كتبها وهو في قيود؟ وهذا من خطورة المهمة والمسؤولية على عاتق المعارض. وعندما نتأمل أدب المعارضات نجده يقوم على مبدأين في العمق. المبدأ الأول هو مبدأ الاعتراف والتقدير. كيف ذلك؟ لا يمكننا معارضة النصوص الضعيفة أبدا. لذلك فعندما أعارض نصا وأوجه دفتي الشعرية نحو هذا النص فأنا أقدر وأعتقد، بل هناك شبه إجماع أو إجماع كلي على أن هذا النص توفرت فيه كل شروط الإبداع والجودة، حتى إنه عرف، ودليل على ذلك أن قصيدة حافظ يحفظها كثير من الصبيان فما بالك بالكبار. المبدأ الثاني وهو مبدأ التجاوز والإبداع، فعلى الرغم من جودة النص الأصلي فإن النص الجديد يحاول أن يقول للقراء بطريقة غير مباشرة: انظروا إلي فأنا أحسن من الأول، أحسن من هذا الذي اعترفتم له بالإبداع والتميز والفرادة، حتى أصبح، حتى وضعتم له حيزا في ذاكرتكم النصية. ها أنا الآن في زمن آخر وفي بيئة أخرى أستطيع أن أقدم نصا متميزا. الكلام كثير في هذا النمط من الكتابة الشعرية، ولكن في الأخير أشكر فضيلة
الأستاذ حسين إقبال على هذه القراءة الرائعة والعميقة والتي استطاع فعلا من خلالها أن يوقفنا في الواقع على يعني حاول أن يضيق دائرة النظر في تاليتي حافظ إبراهيم والمختار السوسي، لكن يمكن من خلال هذا التضييق أن نستخلص نحن بوصفنا قرآنا، أن نستخلص هذا المشترك الذي يمكن أن يكون في أدب المعارضات بشكل عام. كان بودي أن أفتح لائحة للمشاركات والتفاعل، وأنا ألاحظ أن في وجوهكم ما يدفع إلى ذلك، ولكن معذرة، فاليوم الجمعة و نعم مرة أخرى إن شاء الله معذرة، اليوم جمعة وتعرفون أننا الآن على مشارف أو على اقتراب من ساعة الجمعة، ولذلك نتوقف عند هذا القدر ونطلب لكم موعدا جديدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.